نصيبك الغلا خلاك تعيش مع غيري ابو وسيم. دي كلام مش منافسه من الاخر، وانا بقولها اقسم بالله. الاهليه هي اللي بتصدر الحظ لجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه، سواء عازفين سواء فنانين سواء نبطشيه سواء حتى الارتام، هي برضو هي اللي بتصدر الحظ لجمهوريه مصر العربيه. وانت ما حدش يقول طبقاتك، هات لي مطرب ربنا خلقه يقول نفس الطبقات ده. انا لو مش هين عليا وربنا عندنا استعداد معين، انت بتجيب طبقات مش عارف. النبي نسمع له سقفه كده يا رجاله بما يرضي الله. النبي اللي على النور هيطفي لنا النور ثلاث دقايق وانا مش هتكلم خالص. حبيبي ابو اسلام معاك الغيارات بتاع الغمراوي، وعيشونا خمس دقايق بعد اذنك. يلا يا ابو احمد قول يا اخونا حبيبنا النجم السيد حسن حبيب قلبي تحيه تحيه كبيره. تسعد حياتك عشان الراعي الرسمي المهرجان الليله ابو حسن هتقول الكلام ده من تاني. معلش طب والنبي عم احمد احنا ممكن طبعا هتقول منه جزء، والسلام بتاعك الجديد الف خير على الرايق لان الجديد شديد ومش خساره اي حاجه في الناس دي اقسم بالله، مش خساره فيهم اي حاجه. نسمع الروح ابن الاكابر احمد عامر احلى غمره. عيش وعيش الله 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 استاذ عبدوت اخويا حبيبي احلى الله يسعد حياتك وانت عني بعيد يعلى ويكبر زادك يا حلم كان في الايد الله يسعدك
فرزانتك يا حلم كان في الايد ومع السلامة يا غالي وداع يا فرحة عيني يا رب اشوفك عالي وامل منك عيني ومع السلامة يا غالي وداع يا فرحة عيني معدش بما يرضي الله احلى بواسير سواد في قلوبكو باين اسمع جديد انتوا ليه احسن زباين واللي عامل فيكو طيب جوا منه الف خاين مع ان دمع اللي في عيني مش جاي غير نسيوني ساعة فرحهم وكأني مش منهم مع ان دمع اللي في عينيا مش جاي غير منهم نسيوني ساعة فرحهم وكأني مش منهم الشهادة هو تسلك فيه وتروق من حقك وربنا يا جدعان انا من غير ما اتكلم لو احمد عامر يستاهل سقفة سمعوه السقفة من الاخر الف خاير عشان انت كلامك بيحصل الكلام بيحصل واحلى حاجة ان الكلام اللي بيحصل يطلع من البق يخش للقلب مباشرة وهو ده سبب محبة الناس يا عمار احمد عامر قول يا اصلي حبيبي يا كان عندي صاحب ومعشرني كم سنة أنا كنت عنه أخ يعلم ربنا ظهر الطمع ودخل في قلبه من هنا وقال سلام يا صاحب أشوف وشك
مش عايزة ولا عارف بتقول ايه. اديني من تحت اصلا انا ريحتك، ما تلعب من فوق اصلا انا مخنوق. خلاص عليكنا الحالة، ما تخافش يلا تعالى. خلاص عليكنا الحالة، ما تخافش يلا تعالى. ما تطلع برا بابا معانا. بسيطة في رسول الله. الله الله حبيب قلبي الواد اللي هو